السلام عليكم. شيئا فشيئا يتحول معبر الوديعة إلى شاهد حي على مظاهر التدهور في المسؤولية العامة وعدم الاكتراث بهموم اليمنيين والمشاكل التي تعترضهم. ففي هذا المعبر يستمر مسلسل ابتزاز العابرين من أفراد وشاحنات وتعقيد سبل العبور إلى الجانب الآخر من الحدود. تنحصر المشكلة بحسب إفادات عدد من المسافرين وسائقي الشاحنات في الإتاوات غير القانونية التي تفرض عليهم، حتى تحولت إلى مشكلة كبيرة تسببت في تكدس آلاف الشاحنات على الجانب اليمني من المعبر. والسؤال الذي يطرح هنا، كيف يسمح لممارسات كهذه أن تحدث وأن تخلف كل هذه الآثار السيئة على سمعة السلطات الشرعية نتيجة تقصيرها عن القيام بمسؤولياتها كما يجب وعن فشلها في تأسيس النموذج الذي ينتظره اليمنيون؟ هناك روايات عديدة وإفادات حية حصل عليها المساء اليمني وتعكس جانبا من المعاناة التي لم يعد من الممكن السكوت عنها، لأنها تضع آلاف اليمنيين أمام خيار التعامل المر مع جهات وجدت لأجلهم أصلا. تواصل فريق برنامج المساء اليمني مع عدد من أعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بالنزول والتحقيق في أحداث منفذ الوديعة، لكنهم لم يتمكنوا من الظهور. كما تواصلنا مع إدارة المنفذ نفسها وأبدوا مخاوف من تبعات أي تصريحات، ولكنهم ألقوا بالمسؤولية الكاملة فيما يحدث من فساد في منفذ الوديعة على ممارسات أفراد الجيش في كتيبة الحماية، وليس لإدارته أي علاقة به. عن معاناة العابرين في منفذ الوديعة سنخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. سيكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الفقيه، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. أهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. ناس يمشون، من دفع الفلوس مشى، من عنده فلوس مشى، ويخجون من بعدنا. معاناة لا تنتهي في هذا المعبر. آلاف الشاحنات تتوقف هنا لأيام وربما لشهر أو أكثر قبل أن تعبر إلى الجانب الصعودي من الحدود. معظم هذه الشاحنات تقل سلعا تجارية معدة للتصدير، لكنها تواجه تعقيدات كثيرة قبل أن تتجاوز المعبر وقبل أن يدفع أصحابها إتاوات فرضها المتنفذون خارج القانون لتتحول إلى عقدة صعبة أمام العابرين. هي جزء من شكاوى عديدة سجلها المساء اليمني، وكلها تدور حول الممارسات التعسفية لمن يفترض بأنهم يقومون بحفظ الأمن في هذا المعبر. والناس تيجي على طول تدخل من آخر السلع على طول المنفذ، وإحنا جلوس لنا 25 يوم، دراهم 3000 ريال، كلها يمشي، كل الناس تدفع فلوس، يجون يصيحوا له، أنا ما أقدر أستطيع أدفع شيء. التأخير لأيام لا يمثل الوجه الوحيد للمشكلة، ولكن أيضا الخسائر المترتبة عن هذا التأخير والتوقف غير المحتمل لدوران العجلة الاقتصادية التي لا تعني هؤلاء وحدهم بل ما تبقى من الاقتصاد الوطني. ومع تزايد هذه الشكاوى تتجه الأنظار إلى القائمين على هذا المعبر من أصحاب المسؤوليات المباشرة، وهم ممثلو وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها ووزارة المالية والمصالح التابعة لها، مع نداء برسم التساؤل: كيف يسكت عن هذه التجاوزات وعن الإهدار المتعمد لملايين الريالات التي تتسرب خارج الخزينة العامة؟ لا يمكن احتساب ما يحدث هنا جزءا من الخسائر الجانبية للحرب، بل هي ممارسات غير قانونية، لأنها تتعمد تكريس صورة الأسوأ للحرب عندما يتعلق الأمر بتخلي الدولة عن واجباتها. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش. دكتور محمد، لو بدأنا بالحديث عن أبرز مظاهر الفساد في منفذ الوديعة، ما هي؟ مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع السادة المشاهدين الكرام، ونشكركم على هذه الاستضافة واهتمامكم بالقضايا الإنسانية بشكل أدق. بالنسبة للحديث حول منفذ الوديعة والمنافذ التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية ومعاناة الناس، معاناة أصحاب المصلحة في هذه المنافذ، الجميع طبعا يدرك أنه منفذ الوديعة يعد الشريان الأول للشعب اليمني والمنفذ الأهم في هذا الجانب. الحديث هنا كثر حول فساد موجود في المنفذ من شخصيات سواء كانت عسكرية أو شخصيات مدنية،
وتراشقات في اتهامات الفساد، وهناك ما هو أبعد من التراشقات. يعني البعض يردد موضوع هذا التراشقات باتهامات الفساد لغرض الفساد نفسه، والبعض الآخر يردد هذا الملف ويضخمه من أجل ابتزاز أو مصالح موجودة داخل المنفذ نفسه، والبعض يردد هذا الشيء كخصومات سياسية أو شخصية تعود نفعها أو ضرها للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. المنفذ طبعا إذا أتينا حتى يستدرك المشاهد، ولعل المشاهد يفهم ما الذي يدور بالضبط. نعم. الحديث طبعا عن المنفذ سنخصصه في وقت لاحق، لكن أنا أرى أنه أن نقسم المشكلة أو أن نقسم محاور الحديث حول ثلاثة طرق رئيسية أو أربعة محاور رئيسية. المحور الأول هو الجانب السعودي والمخابرات السعودية التي تشرف على المنفذ، هذه المجموعة الأولى. والمجموعة الثانية هي الجهاز المدني الذي يتبع الإدارات في الجانب اليمني. ثم المحور الثالث هو الحماية العسكرية أو الشرطية التي تحمي هذا المنفذ. ثم الملف الرابع وهو ملف الشرعية المتمثلة برئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، الإدارات الموجودة في المنفذ اليمني تنقسم إلى ثلاث إدارات، اللي هي إدارة الجمارك وتتبع المالية، والداخلية التي هي الجوازات، ثم التجارة وهي الجودة. هذه الثلاثة بالإضافة إلى العملية الروتينية الموجودة داخل المنفذ، ثم الضغط الموجود على المنفذ نفسه يخلق مشكلة. يعني الجميع تفاجئ يقول لم نكن نعاني من قبل بسبب هذا الذي يحدث، لكن هناك الضغط أولا على المنفذ، وهذا لا باعتباره ربما المنفذ الوحيد مع طبعاً الأراضي السعودية، لكن الفساد موجود السعودية. والفساد مشترك، ومن يشارك في عملية الفساد أيضا شخصيات كبيرة وجهات وأجهزة وإلى آخره. حتى نفسر الصورة، كما قلنا الإدارات هي من تدير هذا المنفذ بالجانب اليمني، أنا هنا أتحدث عن الجانب اليمني، أنه الجانب أيضا السعودي نكون أكثر شفافية ووضوحا يتحمل جزء من الإجراءات الروتينية الأكثر تعقيدا. طيب سنعود إلى هذه النقطة لنستمر بالجانب اليمني. أنا سأتكلم عن الجانب اليمني. طبعا كما قلت لك هناك ثلاث إدارات، اللي هي الجمارك، الداخلية، التجارة المتمثلة في الجودة، الجوازات، المالية. هنا يوجد إجراءات روتينية أيضا، نوع من إدارة المنفذ أيضا، هذه إدارة نسميها إدارة مدنية، لا يتدخل القطاع العسكري أو الحراسة هنا بها بتاتا. لا يتدخل أم لا يفترض؟ لا يفرض تدخله بتاتا، وإنما هناك تنسيق، التنسيق هو على سبيل الرشاوة، سبيل الفساد وإلى آخره، هناك تنسيق ما بين هذه الجهات والجهات العسكرية، لكن إداريا لا يتدخل الجانب العسكري بهذه الإدارات بتاتا، حتى وزارة الداخلية، لأنه هذه الإدارات تتبع أكثر من وزارة معينة، وزارة النقل هي من تقود العملية. هناك ثلاثة ألوية موجودة، الإشارة إلى هذه الألوية، اللواء 107 واللواء 23 واللواء 141. الكل يدرك عمل هذه الألوية ومن يقود هذه الألوية وإلى أي مناطق تتبع هذه المناطق. الجيش الوطني، الاتهامات تذهب إلى، بعضهم يذهب بالاتهامات إلى اللواء 107، بحيث انه ان النقطة اين يتمركز هذا اللواء؟ هذا اللقاء يتمركز في النقطة الكيلو 7 التي تسمى نقطة السلاح، يشرف عليه اللواء العميد هاشم الأحمر، ثم يليه هذا 107 ام 141؟ هذا 141. كما قلنا في الكيلو 7 النقطة تسمى نقطة السلاح. هذه العقبة الأولى. هنا سنتحدث فيما بعد، نحن الآن نتحدث عن المنفذ. نعم. الفساد منتشر ما بين هذه النقاط التي تتبع هذه الألوية، ثم فساد يعني يدخل في إطار المنفذ. الفساد الموجود في النقاط المنتشرة للحراسة هو فساد الشاحنات. بمعنى أنه الشاحنة عندما تمر من هذه النقاط، لأنها تبعد عن المنفذ كما قلنا في النقطة 7، ثم يليها بقية النقاط والألوية، وأنا أعتقد أنه قيادة الأركان تدرك جيدا أن هناك يعني نوع من الممارسات، نوع من الفساد، نوع من الضغط، بعضها أمنيا وبعضها يدخل في هذا الإطار والارتباك الأمني ثم إلى آخره، لكن هناك فساد موجود، هناك قاطرة تدخل من بحدود 10,000 5,000 إلى آخره،
في النقاط التي قبل المنفذ، هذا يفرض على الشاحنات، لكن المسافرين لا تفرض عليهم هنا عملية الابتزاز. المسافرون في المنفذ وليس للحراسة الأمنية والجيش أي علاقة في هذا الفساد. انظر الفساد الآن متقسم بين هذه، يعني هناك عدة أنواع من الفساد. نعم. فساد ما يتعلق بالشاحنات وعمليات الشحن التابعة لها لا يتعرض، لا يعني بحسب ما فهمته منك ليس هناك فساد بداخل المنفذ بما يخص هذه الشاحنات، يوجد لكنه بعدما أن تنتهي الشاحنة يوجد فساد أيضا، لكنه في الغالب أو يتركز في هذه النقاط الأخرى. هو كان يفترض كان يفترض أن لا يتدخل الجيش الجيش في هذه العملية في حماية هذه النقاط، لكن بسبب أنه وضعنا الأمني مقلق والوضع مقلق نوعا ما، كان يفترض أن وزارة الداخلية هي من تقوم بهذه العملية، إشراف وزارة الداخلية. أيضا هناك، دعني حتى لا ندخل في التفاصيل الدقيقة، أنا أقول هناك غياب رؤية رقابية من قبل الحكومة اليمنية. طيب يعني قبل الحديث عن هذه النقطة وهي نقطة بغاية الأهمية، لكن نعم. إلى الآن لم أفهم أو لم تتضح الصورة ربما للمشاهدين الكرام حول طبيعة ما يحدث بالضبط من فساد. كما قلت لك هناك فساد متعلق في النقاط اللي هي نقطة كيلو 7 ثم في اللواء 107 واللواء 23 واللواء 141، هذه الألوية مشاركة في عملية الفساد بعملية الابتزاز الشاحنات والناقلات، هذه مشاركة في هذه العملية. ثم المنفذ نفسه مشارك في عملية ابتزاز معاناة الناس، ليس الشاحنات، ابتزاز معاناة الناس الداخلين والخارجين والذين لديهم عوائل. طيب. والذين لديهم سيارات والذين خارجين بتأشيرات وإلى آخره. طيب دعنا نأخذ صورة أكبر وأقرب حول ما يحدث في منفذ الوديعة. دكتور محمد، ينضم إلينا الآن السائق علي القطواني من هناك، أو هو أحد الأشخاص الذين تحدثوا في هذا الموضوع. مساء الخير سيد علي. مساء النور أخي. أهلا بك. أنت كنت أحد الذين أثاروا هذه القضية وقضية التجاوزات في معبر الوديعة، ما هو الدافع الذي حرك ذلك لديك، وهل أيضا وجدت تجاوبا من قبل المسؤولين في المعبر؟ والله اللي شافني حركني لما شفت الظلم قدامي، يعني ظلم، يظلموا الناس، يظلموا السواقين، يظلموا المساكين. لما يقعد سواق التريلا شهر يمسك سيره ويجي لك واحد يعني بيوم يدخل يدفع فلوس 3000 ريال ويدخل بيوم، هذا اللي يخلي واحد يدفع. طيب لمن يتم الدفع سيد علي؟ كيف؟ لمن يتم الدفع؟ يتم الدفع على العسكر. يعني هذا كما تحدث بعد تجاوز المنفذ أم قبل الوصول إليه؟ لا، في الناس مجموعة من اللي بيأخذوا فلوس قبل نقطة السلاح، يجوا لنا للسيرة وإحنا قبل نقطة السلاح، يجوا آخر الليل يدقوا على السيارات اللي تبغى تدخل ادفع فلوس ندخلك الآن، هذا قبل نقطة السلاح. وفي مجموعة ثانية في منطقة اللي بيسموها الزريبة، يعني دخلوا ناس الزريبة ويجوا لهم آخر الليل تبغى تدخل ادفع فلوس. وموجودين معروفين بالاسم. هؤلاء عسكريون؟ لا، لباس مدني. لباس مدني، بس في الآخر لما سوينا مشاكل خرجوا لنا ناس عسكريين يعني ضباط، وهددونا إذا سوينا مشاكل مرة ثانية بيودونا يسمونا المطبخ أو السجن. طيب هذه هذه العملية تتم قبل وصولكم إلى المنفذ. طيب عندما تصلوا إلى المنفذ في الحالة الطبيعية وبدون عمليات دفع، ما الذي يحدث؟ لماذا التأخير في دخولكم إلى داخل الأراضي اليمنية أو العكس؟ لا، كان داخل المنفذ ما فيها بصراحة، يعني في جوه المنفذ ما في أي شيء، يعني نظام داخل المنفذ. طيب إذا هناك منع من المرور قبل أن تصلوا إلى المنفذ سيد علي؟ أيوة، قبل نوصل إلى المنفذ، إذا وصلنا المنفذ خلاص ما عاد نحصل الابتزاز، خلاص يعني بدمشي. طيب أنتم هل تواصلتم مع إدارة المنفذ عند مروركم من يعني بعد خروجكم من هذه النقاط مررتم بهذا المنفذ، هل تم الحديث معهم على أن هناك فساد أو هناك أتوات يتم دفعها من قبل لأناس ليس بشكل رسمي؟
والله دخلنا على عند مدير الجمرك، لان احنا وصلنا الجمرك طلعوا علينا غرامه 24,000 بس تاخرنا، ورحنا على عند مدير الجمرك كلمنا قلنا احنا تاخرنا برا والناس اللي برا ذولا بيظلمونا. قال انا والله بصراحه ما اقدر اسوي لكم شيء، انا عارف الشيء هذا بس ما اقدر اسوي لكم شيء. نعم، هل تعتقد سيد علي أن هذه القضية أخذت حقها من الاهتمام سواء في وسائل الإعلام أو كذلك من قبل المسؤولين الذين يندرجون في نهاية المطاف حول يعني تحت مظلة الشرعية ومن يفترض أنهم سيقومون بتأسيس دولة جديدة؟ والله يا أخي حقها من الإعلام أخذت، بس إما من الواقع لسه لحد الحين ما شفنا أي شيء تغير. باعتبار طيب الوضع على ما هو. هل وصلت من قبل يعني بعد ما أنتم عرضتم هذه الإفادات والشهادات التي قدمتموها للجهات المختصة، هل وصلت أي استجابات من قبلهم؟ لا لا حتى الحين ما شفنا ولا اي استجابات. يعني الاستجابه انه يعني خفت الزحمه، لانه قبل العيد الناس بيوقفوا خلاص يروحوا يعيدوا، خفت الزحمه الحين شوي. اذا ساق علي القطواني كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك. لربما سمعته دكتور محمد، هل هذا يوافق ما يعني لديك من معلومات؟ هل هذه الشركة؟ أنا كما أخبرتك في السابق ابتزاز السائقية القاطرات لا يتم من المنفذ، وإنما من قبل النقاط قبل المنفذ نقطة الكيلو 7 اللي هي نقطة السلاح كما تسمى نقطة السلاح. لكن هذا لا يعفي أنه إدارة المنفذ هي نزيهة وأنه هي تمرر المعاملات بشكل سلس. هناك تنسيق كامل ما بين النقاط وما بين إدارة المنفذ. ما هي شواهد هذا التنسيق؟ التنسيق موجود، أنه هناك أشخاص يدفع يذهب مباشرة، وفي أشخاص يتأخر 20 يوم 25 يوم ثم يذهب، يعني يسمح له بالمرور بعد أن يمكث 25 يوم إلى 20 يوم، يسمح له بالمرور يوصل إلى المنفذ يعرقل أيضا في المنفذ، بينما من يدفع يمر مباشرة. معروف هذه عملية معروفة. لكن أنا هنا أنا أتكلم هنا، أنا أعتقد أنه من العيب أن نناقش موضوع منفذ. يفترض أنه نناقش بناء الدولة، كيف يتم القضاء على هذه الشرذمة الموجودة والتي تحتل المحافظات. العيب هنا على الشرعية أنها تجعل الإعلام يصب توجهه حول قضية منفذ، بينما يجب أن يستغل هذا المنفذ لرفض خزينة الدولة. خزينة الدولة اليوم تعاني من نضوب موجود، رئيس الوزراء اليوم يبحث عن إعادة تصدير النفط، ثم يبحث عن وسائل معونات لتغذية الميزانية. تغذية الميزانية، بينما المنفذ يجب أن يدار إدارة صحيحة. صدقني سيكون أحد أهم الموارد الرئيسية لرفض خزينة الدولة. ولذلك أنا أعتقد أنه من المعيب على الحكومة أنها تترك، يعني هنا أنا قسمت المسؤولية، تعود أولا لعدم الرقابة المسؤولية، ثم الرقابة الذاتية لدى المسؤولين أنفسهم في المنفذ أو الذين يقومون بالحماية على الخط والطرقات. وأنا أعتقد أنه كان يفترض ويفترض برئاسة الوزراء أن تسرع في عملية فرض رقابة أو تشكيل لجنة رقابة، لأنه هناك تشكيل لجنة، ونحن المواطن اليمني يعني تعود على تشكيل اللجان. أكثر كم يا لجان تشكلت. أنا أعتقد أنه الحكومة اليمنية تسرع في عملية خلق لجنة تقوم بعملية الرقابة، أو إذا لم تستطع هذه الإدارة أن تدير المنفذ بطريقة محترمة وسلسة، يجب عليها أن تسلمها لقطاع خاص. هناك شركات في القطاع الخاص سواء كانت يمنية أو غير يمنية، أنا متأكد أن هناك شركات ستتطور من أداء المنفذ بشكل لائق يعود يرفد خزينة الدولة بمليارات. العملية هي دعني أقول هناك شبه ضبابي أو ضعف رقابي موجود من قبل الحكومة اليمنية. ولا ننسى أيضا الجانب السعودي، لا ننسى الروتين والإجراءات في الجانب السعودي. أيضا هناك ناس مشاركين، يعني عملية معقدة، أصبح هذا المنفذ يمثل بعبع، عملية معقدة، شبكات سواء مشتركة ما بين الجانب السعودي وبين الجانب اليمني. هناك أيضا تهريب، دعني أكمل حتى تكون الصورة واضحة للمشاهد وللذي يسمع. تفضل. هناك تهريب لبعض المشتقات النفط من الداخل السعودي إلى الجانب اليمني على أساس أنه هذه المشتقات تعود للمقاومة وللأفراد، وهذا خطأ، تدخل إلى السوق السوداء. هناك هوامير يتاجرون في هذا الجانب،
نتمنى على الحكومة اليمنية أن تركز قليلا، أن تدير المنفذ حتى ترسم انطباع جيد للشعب اليمني. طيب دكتور محمد، نعزز الشهادات التي جاءتنا من هذا المنفذ بهذه المداخلة للصحفي والناشط الحقوقي عيدروس الخليفي، وهو أحد المطلعين على ما يجري هناك في المنفذ. مساء الخير سيد عيدروس. أهلا، مساء النور. حدثنا، ما الذي يجري في منفذ الوديعة؟ يعني بحكم اطلاعك على الأوضاع هناك، قدم لها شهادة ميدانية. نعم، قبيل الوصول إلى منفذ الوديعة البري بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، قبيل الوصول إلى المنفذ بنحو 20 كيلومترا، تشاهد طوابير طويلة من شاحنات النقل البضائع وهي مصطفة على امتداد نحو 20 كيلومترا. هذا ما شاهدته بعيني وأنا في طريقي إلى هناك. التقينا بسائقين هناك، بسائقي تلك الشاحنات، وجدنا علامة التذمر والإرهاق الشديد على وجوههم. هم يجلسون يلتحفون الصحراء، هناك حر شديد جدا في تلك المنطقة، لا توجد أي خدمات طبعا، لا توجد أي مطاعم في تلك المنطقة ولا أي 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 خدمات تقدم لهؤلاء السائقين، باستثناء ما يمكن أن يستطيعوا اللحاق به أو الحصول عليه في المركز الخدمات المتواجد في المنفذ نفسه. يعني بما أنهم يقطعون يوميا مسافة 20 كيلومتر للوصول إلى تلك المطاعم وشراء احتياجاتهم، هناك أيضا ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وأيضا المأكولات في تلك المطاعم، وهو ما يضاعف من أعبائهم. هم يقولون بأن من يدفعون مبالغ مالية للكتيبة أو لإفراد الكتيبة الحماية المكلفة بحماية المنفذ هم من يستطيعون الدخول في نفس اليوم. أيضا من خلال تجولنا في المنفذ حصلنا على وثائق رسمية تثبت تورط قيادة الجيش داخل المنفذ في مثل هذه العملية ومثل هذه الممارسات، تؤكد بأن هناك سائقي شاحنات استطاعوا الدخول إلى الأراضي السعودية في غضون ساعات أو في غضون أيام بسيطة جدا، بينما آخرون لم يستطيعوا دفع هذه المبالغ والتي تتراوح بين 3,000 إلى 10,000 ريال سعودي. هذه المبالغ هي كبيرة جدا قياسا بحاجة السائقين وبحاجة بعضهم. هناك من التقينا بهم هو يعمل في هذه الشاحنة أو يقوم باستئجارها، فبالتالي هو يضطر للتوقف شهر أو شهر ونصف كاملا، وهو ما يلقي على عاتقه أيضا مبالغ مالية أخرى. الجانب الآخر وهو الأهم حديث أو وثائق حصلنا عليها عن انخفاض يصل إلى نسبة 50% من إجمالي الموارد المالية للمنفذ، بمعنى أن إيرادات المنفذ الوديعة انخفضت إلى النصف تقريبا بسبب توقف تلك الشاحنات. المنفذ اعتمد بشكل رئيسي بحسب بيانات رسمية، ارتفعت إيرادات المنفذ إلى نحو 32 مليار من يناير وحتى أواخر يوليو المنصرم. هذه الإيرادات ربما هي انخفضت، ربما كانت ستكون أعلى بكثير، انخفضت إلى النصف بسبب توقف تلك الشاحنات عن العمل بشكل يومي أو بشكل أسبوعي في حال سمح لها بالدخول والخروج كالمعتاد أو ما كان يعمل به سابقا. طيب، هذه المعلومة بحسب ما قلت أنها وثائق تأتي ب 50% أو انخفاض 50% من إجمالي الموارد المالية التي تأتي من هذا المنفذ، يعني كيف تم الحديث عنها أو كيف تم الكشف عنها؟ نعم، هذه نحن حصلنا على تصريحات خاصة بنا، نحتفظ بها، تصريحات من مسؤولين حكوميين ومن ممن يعملون في هذا القطاع المصرفي الخاص بالمنفذ. هذه تصريحات موثقة لدينا رسميا، نحن لا نتحدث عن مبالغات، نحن نتحدث عن شيء شاهدناه بأم عيوننا. طيب، هل الأمر منطقي سيد عيدروس؟ هل الأمر منطقي باعتبار أنه هو المنفذ الوحيد الآن ما بين اليمن والمملكة العربية السعودية؟ بالتأكيد، أنت عندما تشاهد الحجم الكبير والأعداد الكبيرة لتلك الشاحنات تدرك حجم التبادل التجاري بين البلدين. نحن نعرف أن هناك تعقيدات ربما بسبب ما ألقت الحرب بظلالها على الموانئ أو الحركة الملاحية بالأحرى في البلاد بشكل عام، الحركة الملاحية البحرية والجوية. ربما لدينا الآن المنفذ الوحيد والشريان الوحيد الذي يستطيع السكان التنقل عبره وأيضا نقل معظم البضائع. هناك مصادر اقتصادية أو معلومات اقتصادية لا نسند إلى صحتها، لكن ربما هي تتحدث عن 70 إلى 80% من البضائع ربما تأتي أو تمر عبر منفذ الوديعة. إذا نحن نتحدث عن أرقام كبيرة، عن اقتصاد
وطني وتجاري اقتصادي يعتمد على هذا المنفذ باعتباره المنفذ أو الشريان الوحيد. إذا ما نظرنا أيضا إلى منفذ شحن الذي يربط بين بلادنا وأيضا سلطنة عمان. طيب باعتبار أن هذا المنفذ يعني زادت نسبة الحركة فيه منذ تفاقم الأوضاع في البلاد وإغلاق المنافذ الأخرى يعني الرابطة مع المملكة العربية السعودية، هل تم تحسين هذا المدخل أو المنفذ حتى يواكب حجم الإقبال سواء من المسافرين أو من سائقي الشاحنات عليه؟ بكل أسف دعني هنا أقتبس عبارة أحد المواطنين اليمنيين الذي يقيم في الخارج منذ فترة تقريبا 8 سنوات، وهو في دولة خليجية. عندما وصل إلى المنفذ قال: تفاجأت بأنني أمام هذا المنفذ، أو هو هذا المنفذ من يعرفه هو مثل ما تم افتتاحه في تقريبا العام 2004 إلى اليوم، وعبارة عن يعني عبارة عن لا يرقى إلى اسم منفذ بري بالأحرى. المنفذ الجديد أو الذي تم تشييده مؤخرا هو الآن خاضع لسيطرة الجيش، ولا يستطيع الإدارة المدنية للمنفذ الانتقال للمبنى الجديد باعتبار أن هناك نقص حسب ما يقولون في بعض الخدمات أو البنية التحتية لهذه المباني. الآن ما يتم استخدامه عبارة عن هناجر بسيطة جدا لا ترقى إلى استيعاب هذا الكم الهائل من أعداد المسافرين، لا تستطيع أو لا ترقى أيضا لاستيعاب هذا الكم الهائل من السلع الغذائية والاحتياجات البلد بشكل عام. المنفذ رديء جدا الخدمات، هناك تردي في الخدمات، لك أن تتصور أن هناك لا يوجد داخل هذا المنفذ دورات مياه خاصة بالعوائل، إذن كيف سيقضي هؤلاء المسافرين خصوصا مع هذا الازدحام وموسم الحج وأيضا مواسم الأعياد والمناسبات الدينية الأخرى؟ هناك ازدحام شديد يضطر بعض المواطنين أو المسافرين الجلوس من ساعات الفجر الأولى وحتى ساعة متأخرة من الليل. هذا إذا ما نظرنا إلى هناك عوائق أخرى مرتبطة بإدارة المنفذ، هي تتحدث عن صعوبات تواجهها، لكن ربما هذا يتطلب تدخل حكومي جاد وسريع لإصلاح ما يكون إصلاحه. نحن نريد أن يكون هذا المنفذ منفذا نموذجيا يليق بسمعة البلد، يليق بمدخل ومخرج البلد، لكن وبكل أسف هناك جهات تسعى لإعطاء صورة سيئة جدا عن البلد بهذا الشكل. طيب باعتبار أن هذا المنفذ الآن ربما وبحسب ما هذه الشهادات التي وردتنا يعني يمكن الحديث على أن هناك ما يشبه السيطرة العسكرية عليه، هل هذا يتم وفق توجهات فردية أم أنه يأتي بانضواء تحت السلطة الشرعية التي تحكم البلاد؟ على امتداد 100 كيلو وتحديدا من منطقة العبر إلى المنفذ هي مسافة 90 كيلومترا، تتواجد 4 ألوية للجيش، ربما هي اللواء 114 و117 و121 و122 و141. كل هذه الألوية الأربعة هي موالية لشرعية الرئيس عبد المنصور هادي وأيضا مؤيدة لما يقوم به التحالف العربي، لكن التصرفات أو ما يجري حاليا ربما يعطي صورة مقايرة. بكل أسف أن هناك نحن نتحدث عن جنود، ربما لا نستطيع الحديث إلا إذا حصلنا على معلومات تؤكد تورط قيادة تلك المؤسسة العسكرية أو قادة تلك الألوية والضلوع مباشرة فيما يجري. يعني هو الآن هناك معلومات أن اليوم تم النقاش موضوع منفذ الوديعة في اجتماع مجلس الوزراء، وتم تحديد لجنة مكونة من عدد من الوزراء للنزول والتحقيق فيما يجري هناك. هذا يشير سيد عيدروس إلى أن بالفعل المنفذ خرج عن سيطرة الدولة. لا، ربما هناك مبالغة أن يكون خارج عن سيطرة الدولة، ربما الدولة على علم بما يجري. نحن نستغرب عن من يتحدث أو عن الحكومة عندما تتحدث بأن أو تشير ربما بحسب وسائل الإعلام إلى أن ذلك خارج عن سيطرتها. نحن نعرف أن الموارد المالية هي تابعة للحكومة الشرعية، ويتورد ربما إلى البنك المركزي في صنعاء وبعلم مسبق وبموافقة من قبل الحكومة الشرعية في البلاد. الحكومة الشرعية ربما هي الآن ما أثير مؤخرا عبر وسائل الإعلام وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود ممارسات سيئة ومخزية دعنا نسميها بين قوسين لأفراد من عناصر الجيش تقودها قيادات ربما تتواجد حاليا في منفذ الوديعة تقوم بهذه الممارسات السيئة لاستقطاع ساوت معينة وأيضا للارتزاق، دعنا نقول للارتزاق
والحصول على مبالغ من المواطنين. نعم. وهذا يسيء جدا بالنسبة ويضر أيضا بالاقتصاد الوطني، يضر أيضا بسمعة البلد، ويضر أيضا بمصالح المواطنين، ويضر أيضا بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية التي ربما أشكرك. تضطر بين حين وآخر لإيقاف التعاملات ولإغلاق منفذها لساعات مثل ما حصل اليوم بحسب مصادرنا هناك أنه أقلق ربما لساعات هذا المنفذ لوجود عوائق أو لوجود بعض المشاكل عندما نتحدث عن تصرفات يقوم بها. نعم سيد عيد الدروس. الجيش على المواطن اليمني، فبالتالي علينا ألا نلوم الآخرين عندما يقومون بأي فعل يوازي ذلك الفعل. الصحفي والناشط الحقوقي سيد عيد الدروس الخليفي كنت معنا عبر الهاتف من الوديعة، شكرا جزيلا لك. سأسألك دكتور محمد عن مدى أن يعني معقولية أن يجري كل ذلك تحت سلطة يعني تحت نفوذ الدولة أو تحت سلطة الشرعية، لكن قبل ذلك نتوجه إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا الكرام نستكمل نقاشنا اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور محمد، يعني من الواضح أن ما يجري هو تحت عين ومعرفة الحكومة الشرعية والسلطات الشرعية، هل يمكن القبول بحدوث مثل ذلك؟ طبعا أنا أريد أن أتحدث بشكل أكثر وضوحا، يعني نتكلم هنا بمسؤولية وليس بحملة نشنها على الشرعية أو على الحكومة أو على لواء معين أو على العسكر، الكل يتحمل المسؤولية من المواطن حتى السلطة الشرعية، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. هناك ملاحظات أنا أتمنى أن نضع عليها خط، وأتمنى من مواطن يمني أيضا أن يضع عليها خط عريض. الضغط الكبير على المنفذ هذا أحد المشكلات الكبيرة التي جعلت من المنفذ محنة يتعرض لها المواطن يمني. لا تنسى أنه بقية المنافذ مغلقة تماما أيضا بسبب الأزمة، يعني هناك مشكلة معينة أنه الموانئ مغلقة، أيضا المطارات مغلقة، إذن سيكون الضغط على المنفذ بشكل كبير جدا، ونحن في أزمة طبعا والكل يتفهم هذه النقطة. الإقبال الغير قانوني أيضا على المنفذ، يعني هناك ناس من يذهب إلى المنفذ حتى يدخل إلى المملكة العربية السعودية، هناك إشاعات تروج على أنه من يذهب إلى المنفذ يدخل المملكة العربية السعودية من غير جواز، من غير بطاقات، بعضهم يأتي بفاتورة، يعني حتى نكون في الواقع يعني. أيضا هناك نقطة حساسة جدا وهي المخاوف الأمنية، لا ننسى أيضا قضية المخاوف الأمنية، يعني هذا يعطي يعني شبه حق للقوات الأمنية إنها يعني ربما تتطاول أكثر بسبب المخاوف الأمنية، وهذا ما جعل عملية الفساد بعدم وجود سلطة رقابية أنها تتغول أكثر بعملية الفساد. المخاوف الأمنية طبعا من الجانب اليمني ومن الجانب السعودي، ومع وجود المخاوف الأمنية هناك أشياء تهرب إلى اليمن بطريقة ربما غير قانونية، وهناك أيضا أشياء تخاف من المملكة العربية السعودية أنها تأتي من اليمن إلى المملكة العربية السعودية والعكس، فيتم عملية الضغط بشكل كبير. كالمخاوف الأمنية هي تأخذ الحيز الأكبر من هذا الضغط الموجود على منفذ الوديعة. أيضا النقطة الأهم وهي الحملة الموجهة، من ما الذي نريده من هذه الحملة على منفذ الوديعة؟ البعض يترك كل هذه النقاط الموجودة والتي ذكرناها سالفة، ويترك الفساد الموجود في الفساد الإداري الموجود في المنفذ، ثم يترك الروتين والإجراء الممل لدى الجانب السعودي، ويذهب يرمي بكل هذه الكرة إلى شخصيات معينة في قيادة الجيش لأجل غرض معين. أحيانا نحن لا نستدرك هذه النقطة بشكل أو بآخر، نحن نرفض ربما يعني نحن نرفض أن يتم رمي الكرة أو رمي هذا الفساد كتلة واحدة على قيادة في الجيش أو الشخصيات موجودة في الجيش. يعني هو يجب محاربة نوع الفساد وليس من يدير يقود الفساد، وليس من يقود هذه، ربما الذي يقود اللواء ربما ليس لديه أي معلومات حول فساد المنفذ. وأنا أكون صريحا، ربما البعض لا يعجبه كلامي، لكن أنا أقول هناك إنه بعض أفراد أو ربما 80% أو 90% من أفراد هذا اللواء منشغلون بكيف يتم إزاحة وهم الحوثي وصالح، كيف يتم القضاء على هذه العصابة المتمردة، كيف يتم تحرير الوطن، بينما مجموعة صغيرة تمارس عملية الفساد. طيب في هذه دعني أكمل، في بمارس هناك عملية يعني مجموعات صغيرة تمارس الفساد، وهناك قيادات موجودة في المنفذ الوديعة عسكرية هي من تشترك مع إدارة المنفذ في عملية هذا الفساد، ولكن
لا نعفي أيضا سلطة الدولة، ولا نعفي أيضا الضغط الموجود على المنفذ، ولا نعفي أيضا الإقبال الغير قانوني للمواطنين، لأن المواطن كما قلنا يرفض من المنفذ فيظل مخيمين أمام المنفذ ويشكل عبء أيضا وحجز هناك وعملية قلب وربما قلق أمني، وأيضا لا ننسى المخاوف الأمنية. فلذلك على الحكومة اليمنية أن تبتكر طرق جديدة، أن تعمل على إدارة جديدة، أهم يعني أهميتها هذه الإدارة المكونة يكون إدارتها إسراع في عملية الإجراءات ثم مراقبة المنفذ من الفساد، وأيضا الوزارة الداخلية تتحمل أيضا الجزء الأكبر بهذه النقاط. يجب أن يكون هناك عمل متكامل ومنظم بين تحمل المسؤولية من الحكومة إلى الجهات العسكرية الحامية إلى المواطنين أنفسهم. طيب عندما يتم الحديث على أن هناك 50% من إجمالي الموارد المالية انخفضت، أو كان الانخفاض بنسبة 50% من إجمالي الموارد من هذا المنفذ، هل هذا الأمر طبيعي في ظل تزايد أهمية المنفذ ربما هذه المرة، في حال أكدت الصحة وهي يعني المعلومات مبنية على شهادة السيد علي الوسطي؟ أنا أحترم السيد علي، لكن هناك حديث متداول بشكل آخر. أنا كنت في اتصال مع أحد الشخصيات السياسية ربما يكون لها باع يعني وزير من في الحكومة قبل أن أتي إلى البرنامج، يحدثني أنه هناك مردود فاق عليه في السابق، وربما هو يتحدث الصحفي يتحدث عن الخطة، أو ربما يتحدث عن الخطة، لكن الذي أعرفه أنه إرادة أرقام رسمية ليس عن هناك أرقام عن حتى اللحظة، ليس هناك وخرج، ليس هناك أرقام حتى اللحظة، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بأرقام حتى هذه اللحظة. على مستوى حتى إدارة البنك المركزي لا نستطيع أن نتنبأ بأرقام، فما بالك بمنفذ الوديعة. لا، لكن هناك الإيرادات الموجودة في منفذ الوديعة صعدت ولم تنخفض، هذا أيضا يجب أن، لأنه كل المنافذ وردت إلى منفذ الوديعة. أيضا لا ننسى أنه أقفلت الموانئ، أقفلت المطارات، فيجب علينا أيضا أن نكون أكثر شفافية بهذه النقطة. ولا أنا لا أنفيها ولا أرجحها، ولكن الذي يقوله أنه من خلال تواصلي مع بعض المسؤولين يقول أنه إرادة المنفذ فاقت التوقعات، ويجب على الحكومة اليمنية أن تجعل من منفذ الوديعة جزء من إيرادات يرفد خزينة الدولة. طيب ينضم إلينا الآن دكتور محمد الناشط السياسي والحقوقي سيد عبد الكريم ثعيل. مساء الخير سيد عبد الكريم. حسناري عمد، أهلا بك. تحدثت في تسمعني سيد عبد الكريم؟ نعم. تحدثت في منشورات لك على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة بعض السائقين في بداخل هذا المنفذ، حدثنا أكثر حول هذا الموضوع. أخي العزيز والمشاهد الكريم والمسؤولين أيضا يعلموا من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول، لكن هناك سر في عدم اطلاع الفاسدين في منفذ الوديعة. إلى الآن لم يتضح لتشابك المصالح ولخطورة ما قد حدث من اختلاسات ومن نهب قدر مشترك في أكثر من طرف. ما حدث بالأمس هو اعتداء على السائق أحمد الباردة في الأربعة من العناصر المسلحة التابعة لكتيبة الغليفي التي تتعلق 141 في المنفذ تابعة لهجم الأحمر، قاموا بالاعتداء عليه إنزالهم على شاحنته والاعتداء عليه فرضا بأعقاب البنادق، ثم أحدهم أطلق النار عليه في كتفه من مسافة صفر أي مسافة كافلة. ما هي دوافع يعني ذلك؟ أرضي أرضا وتم الاعتداء عليه بشكل فشع جدا، وتم إسعافه إلى المستشفى، وبعد ذلك تم إدخاله إلى جرورة في المملكة العربية السعودية ليتلقى العلاج هناك لتدهور حالته الصحية. وقد كان هاشم الأحمر بدور جدلي، وللأسف تم احتجاز هؤلاء الذين اعتدوا عليه، وقام بتحكيم أبناء أرحب الموجودين هناك الذين توقفوا عندما تم الاعتداء على أحد المدربين منهم، وتم تحكيمهم بطريقة كدلية. سؤال هو أن هؤلاء المجرمين الذين يصرون على البقاء في المنفذ والسيطرة عليه بعد أن تم تحريره قبل عام، يفترض هؤلاء أن ينتقلوا فورا إلى الجبهات وليتركوا المنفذ للإدارة الأمنية والإدارة الإدارية ذات الاختصاص. لماذا كل هذا الإصرار على بقائهم الجاثمين على المنفذ؟ أخي العزيز، لدينا وثائق كثيرة جدا تتحدث عن نهب ممتلكات المرحلين وأخذ رخوة من السائقين. هناك أكثر من 2000 شاحنة على باب الوديعة تريد الدخول إلى السعودية،
ومن يدفع جباية من 2000 إلى 4000 ريال سعودي يتم إدخاله من قبل الغليفي التابع لهاجم الأحمر، ومن لم يدفع يتم رضخه هناك لمدة شهر أو 40 يوم فيما يسمى بالثور أو السرة. وللأسف الجهات المعنية يعني متلكئة في اتخاذ القرار بينما هو بسيط جدا. المنفذ نحن لدينا معلومات مؤكدة وشهود عيان أن هناك مئات الملايين يتم تهريبها من الجمارك، وذلك عبر إدخال سلع وكاطرات لتجار من دون أن تدخل بالجمارك، ويشترك في هذا الفساد الغليفي التابع لهاجم الأحمر، وهو محمي من قبل هاجم الأحمر حماية كاملة وللأسف، وكذلك نافذين آخرين. اليوم لا يستطيع لا مدير المنفذ ولا مدير الجمارك أن يتحدث بحرف واحد خشية أن يتم البطش به من قبل شرطات هاجم الأحمر. أخي هاجم في المنفذ يفترض بك، أنا أوجه نصيحة من هنا وعبر بلقيس. ألو. نعم نعم معك سيد عبد الكريم. أنا أوجه نصيحة من على منبر بلقيس للأخ هاجم، أنت قائد لواء 141 ومن مهامك تحت قيادة الأركان وتحت قيادة المنطقة، ويفترض بك أن تغادر هذه المنطقة التي هي أمنية وإدارية أكثر من كونها عسكرية. وإذا كان ولا بد فعلى جنودك وكتيبتك التنسيق مع هيئة الأركان، نحن نعلم أن هناك خلاف شديد بينهم، لكي تكون هذه الكتيبة تحمي النقاط التي يتم التقطع للمواطنين فيها من خلال قرايا عفاش ومن خلال بعض الأمراض في الجيش الذي لا زال الذي نعم سيد عبد الكريم الشرعية. إذن أشكرك الناشط السياسي والحقوقي سيد عبد الكريم ثعيل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد، هناك ما يجري بداخل هذا المنفذ في الوديعة، هناك تهم متداولة وملقاة من قبل ناس على ناس آخرين، لكن تأخر الحسم في هذا الموضوع أو الحديث في هذا الموضوع أو البت من قبل الحكومة الشرعية وإيضاح هذا الأمر بشكل واضح أمام يعني الشعب اليمني لربما يؤدي إلى تفاقم المشاكل يوما بعد آخر. هل برأيك أن ما يحدث يؤسس لنوع من الفساد المتنفذ في المستقبل بداخل الدولة اليمنية؟ طبعا قبل أن أجيب على سؤالك هذا دعني أعرق قليلا على الأستاذ عبد الكريم ثعيل الناشط السياسي والحقوقي. أنا طبعا لا أتفق معه بالمجمل حول ما قاله، يعني اتهامات لشخصيات وقيادات موجودة في الجيش الوطني، ولا يمكن كشعب يمني واعيين ندرك ما يدور في الساحة، لا يمكن نسمح أن تقاد حملة موجهة لتشويه الجيش الوطني وقيادات في الجيش الوطني مهما كانت. طيب الآن عبد الكريم ليس موجودا معنا، أنا أقول حتى أنا أقول يعني يتم الرد حتى تكون الأمور مفندة، ولا يمكن أيضا أن نفضل لواء عن لواء أو قائد جيش على قائد جيش. هذه حملة أنا أقولها بكل صراحة، هذه حملة إن كانت الحملة هي موجهة للفساد الموجود داخل المنفذ كإدارة بشكل أخص، كحكومة بشكل أخص. طيب سبق قلت لا يمكن أن نشن هذه الحملة كلها موجهة لقيادة لشخصية معينة نختصرها بين قوسين معينة. أنا لست مدافع عن أحد ولست في إطار الدفاع عن أحد، ولا يشرفني أن أدافع عن أحد. أنا أقول دائما قول القول الذي أراه واضحا، وأنا أقول فقط جاوبني على سؤالي. أنا أجاوبك الآن الحملة يجب أن توجه لعملية إشرافية من قبل الحكومة الشرعية، عملية إشرافية، رقابة ذاتية، رقابة مسؤولية لدى الإدارة الموجودة في المنفذ اليمني، وأيضا على الجانب الأمني في النقاط، ولا نسمح بتشويه بعض القيادات أو بعض الألوية التي تقاتل في التي تقاتل والتي تقود عملية تحرير موجودة في الجمهورية. هذا هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أتمنى من رئاسة الوزراء ممثلة بوزارة النقل أن تشكل لجنة سريعة وطارئة لعملية تفنيد المعاملات في المنفذ، تفنيد المعاملات في المنفذ. على سبيل المثال أنت لديك مثلا أربع بوابات يجب أن تضاعف عملية البوابات ويتم تفنيد العمليات الموجودة والمعاملات الموجودة في المنفذ، بحيث يوسع عملية المنفذ،
تمشى إجراءات الناس بشكل قانوني، أيضا على وزارة الداخلية أن تقوم بحماية هذه الممرات، والجيش الوطني يخضع لعملية رقابية من قبل وزارة الداخلية بشكل أو بآخر. إذا أشكرك الدكتور محمد الفقيه المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، وأشكر كل من كان معنا في هذه الحلقة، ولكم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختامي أتقبل تحياتي أنا وجيه سمان، وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.